في أخبار أخرى متعلقة بالذهب، يرى مجلس الذهب العالمي أن قطاع التنقيب عن الذهب يواجه تحديات فيما يتعلق بالحفاظ على نمو الإنتاج، إذ بات من الصعب العثور على احتياطيات جديدة من المعدن الأصفر. فوفقا لبيانات رابطة التجارة الدولية، ارتفع إنتاج المناجم بنسبة نصف نقطة مئوية فقط 0.5% في العام 2023 على أساس سنوي، وهذا يمثل تراجعا بالنمو من مستويات 2.7% النمو كان بالعام 2021. ويذكر أنه تم استخراج حوالي 187 ألف طن متري من الذهب تاريخيا، معظمها من الصين وجنوب أفريقيا وأستراليا.